تم التوافق والتراضي على صدق العقد مع سيد روماو، ظل انه يوافق على هذا القرار بما بعد مناقشات بمعيه الطاقم كله اللي معاه. غادي يبقى الان الحصه التدريبيه لمسائه اليوم الاثنين اللي غتنطلق على الساعه الرابعه والنصف بعد دقائق، غادي يصرف عليها سيد رضوان حجري المدرب المساعد ديال سي روماو. مباشره غادي يتم اتخاذ القرار من بعد اليوم او غدا في اختيار الاسم اللي غادي يصرف على الاداره التقنيه او كمدرب لفريق الرجاء فيما تبقى من الدورات الى نهايه الموسم، وبعدها سيتم الاختيار النهائي للمدرب الرسمي اللي غادي يصرف على الرجاء خلال الموسم القادم. من الاسماء اللي هي كبيره وقويه وكتردد والاعتبارات متعدده، الانتماء الفيتامين للرجاء والهويه ديالو الرجاويه وغيرها وغيرها، كيتم بها الاسم. انما باش نحسن في القرار ونقول لك هذا هو الاختيار اللي كاين، باقي الان ما نزلش عندي هذا الخبر، ولكن هذا الشيء راه كاين، نقول لك اسماء وهو بشكل قوي قلتي في السجن.